من الشعر حكمة. كان وحده شاعرا صعر للشيطان خده حين كان الكل عبده، واحتوى في الركعة الأولى يد الفأس وألقى هامة اللات لدى أول سجدة، فتسامت به أرواح السماوات، ولكن وقفت كل كلاب الأرض ضده، تمضغ العجز وتشكو شدة الضعف لدى أضعف شدة. لم يكن معجزة، لكن صوت الكلمة يبعث الخوف بقلب الأنظمة، فتظن الهمس رعدة. كان وحده شاعرا مد السماوات لحافا وطوى الأرض مخدة، فغدت تهفو إلى نعليه تيجان الرؤوس المستبدة، والأذى يخطب وده، غير أن النسمة السكرى إذا مرت به تجرح خده. لم يكن معجزة، لكن مجد الكلمة كلما أجرى جبان دمه رد دمه، وبنى في موضع الطعنة مجده. كان وحده شاعرا يرهب حد السيف حده، وتخاف النار برده، ويخاف الخوف عنده. لم تقيده قيود القهر، لكن هو من قيد قيده، ورمى الرعب بقلب الجند لما أضحت الأحرف جنده، وبحرف أعزل أرهب سيف الأنظمة. لم يكن معجزة، لكن صدق الكلمة يطعن السيف بوردة. كان وحده لفغ الكلمة في المهد، وحين اجتاز مهده وجد الحبل معدا، وفم القبر معدا، والقرارات معدة، فأعاد القول، لكن مهده أصبح لحدة. فاكتبوا في الخاتمة: رحم الله قتيل الأنظمة، واكتبوا: لا رحم الله ولاة الأمر بعده. تقرير: كلب والينا المعظم عضني اليوم ومات. كلب والينا المعظم عضني اليوم ومات، فدعاني حارس الامن لاعدم، بعدما اثبت تقرير الوفاة ان كلب السيد الوالي تسمم. كلب والينا المعظم عضني اليوم ومات، فدعاني حارس الأمن لأعدم، بعدما أثبت تقرير الوفاة أن كلب السيد الوالي تسمم. شهادة: في ساعة الولادة أمسكني الطبيب بالمقلوب، لكنني صرخت فوق العادة، رفضت أن أجيء للحياة بالمقلوب، فردني حرا إلى والدتي، قال لها: تقبل العزاء يا سيدتي، هذا فتى موهوب مصيره في صوته مكتوب. وقبل ان يغادر العيادة قبلني، ثم بكى ووقع الشهادة. لمن نشكو مآسينا، ومن يصغي لشكوانا ويجدينا؟ أنشكو موتنا ذلا لوالينا، وهل موت سيحيينا؟ قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في أراضينا، ونحمل نعشنا قسرا بأيدينا، ونعرب عن تعازينا لنا فينا. فوالينا أدام الله والينا، رآنا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. ولاة الأمر ما كنتم،
ولا هنتم ولا أديتم اللينا. جزاكم ربنا خيرا، كفيتم أرضنا بلوى أعادينا وحققتم أمانينا. وهذه القدس تشكركم، ففي تهديدكم حينا وفي تنديدكم حينا سحقتم أنف أمريكا فلم تنقل سفارتها، ولو نقلت معاذ الله لو نقلت لضيعنا فلسطين. ولاة الأمر ما كنتم ولا هنتم ولا أديتم اللينا، جزاكم ربنا خيرا، كفيتم أرضنا بلوى أعادينا وحققتم أمانينا. وهذه القدس تشكركم، ففي تنديدكم حينا وفي تهديدكم حينا سحقتم أنف أمريكا فلم تنقل سفارتها، ولو نقلت معاذ الله لو نقلت لضيعنا فلسطين. ولاة الأمر هذا النصر يكفيكم ويكفينا. تهانينا. تلت عن بيت صديقي فسألت العابرين، قيل لي امشي يسارا سترى خلفك بعض المخبرين. تلت عن بيت صديقي فسألت العابرين، قيل لي امشي يسارا سترى خلفك بعض المخبرين، حد لدى أولهم سوف تلاقي مخبرا يعمل في نصب كمين. اتجه للمخبر البادي أمام المخبر الكامن واحسب سبعة ثم توقف، تجد البيت وراء المخبر الثامن في أقصى اليمين. تلت عن بيت صديقي فسألت العابرين، قيل لي امشي يسارا سترى خلفك بعض المخبرين، حد لدى أولهم سوف تلاقي مخبرا يعمل في نصب كمين. اتجه للمخبر البادي أمام المخبر الكامن واحسب سبعة ثم توقف، تجد البيت وراء المخبر الثامن في أقصى اليمين. حفظ الله أمير المخبرين. حفظ الله أمير المخبرين، فلقد أدخم بالأمن بلاد المسلمين. أيها الناس اطمئنوا، هذه أبوابكم محروسة في كل حين، فادخلوها بسلام آمن. المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مختبئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر. من الشعر حكمة.